بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة النهاردة عندنا مواضيع كتيرة جدا جدا هنتكلم فيها، وعندنا فقرات أكتر الحقيقة خلال هذه الحلقة. عفوا، حلقة مهمة جدا 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 هنتكلم فيها عن حاجات كتيرة، وعندنا زي ما قلت لكم فقرات هامة جدا. هقول لكم على فقرة فقرة لما نيجي نتكلم عن الفقرات. طيب، كلام كتير جدا بيدور خلال الأيام السابقة على حكم المباراة، وإن في ناس بتتكلم عن إن حكم المباراة ده حكم كذا وحكم كذا، وحكم حكم للأهلي مباريات سابقة، والكل يعلم، الكل يعلم أن الاتحاد الأفريقي عارف، ولجنة الحكام تحديدا في الاتحاد الأفريقي عايزة تنجح. مفيش لجنة في العالم أو أي حاجة تخص سواء الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي او الاتحاد العربي، اي اتحاد في الدنيا عايز ينجح دائما، وبالتالي عندما يتم وضع حكم لا يتم وضعه مجامله لحد او عشان خاطر حد. انا ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ ان خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتت حمله الحقيقه ممنهجه على حكم المباراه. بالمناسبه احنا النهارده عندنا في الجزء الثاني من هذه الحلقه هنتكلم مع النجم الكبير كابتن سمير عثمان. كابتن سمير عثمان هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم، وده طاقم التحكيم امام حضراتكم او طاقم الحكام امام حضراتكم، وبالتالي هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم. ولكن انا بتكلم فيما حدث خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا والحمله الممنهجه. ممكن جدا الحكم يخطئ بكره ضد النادي الاهلي، ممكن يخطئ بكره في صالح النادي الاهلي. كره القدم فيها كده وفيها كده، واحنا بنقيم دائما ايه اللي بيحصل. النقاط كلهم، مش احنا يعني في قناه الاهلي، كل الناس في الدنيا بتقيم الحكم. الحكم بالمناسبه عايز يبقى افضل واحد، عايز يعمل حاجه كويسه علشان يوصل ان هو يلعب في الامم الافريقيه، ويوصل بعد كده ان هو يبقى مرشح لكاس العالم. مش الحكم ده، اي حكم في الدنيا كده. عمره ما في حكام او بيبقوا قليلين، الحكام دول بيبقوا قليلين قوي، اللي بيبقوا عايزين حاجه معينه او بياخدوا حاجه معينه علشان يجاملوا فريق. ودي ما شفناها لو منذ بدايه كره القدم، وحتى الان شفناها مرات قليله جدا جدا جدا. طبعا لكل قاعده استثناءات، وبالتالي القاعده الحقيقيه او القاعده الرئيسيه اللي بنتكلم فيها ان كل الحكام الحقيقه نفسها ان هي تنجح، نفسها ان هم يكونوا كويسين، نفسهم ان هم يلعبوا في اكبر محفل افريقي للحكام اللي في الافارقه، ايضا نفسهم ان هم يلعبوا في اكبر محفل عالمي وهو كاس العالم اللي حضراتكم شفتوه اخيرا في 2018 في روسيا. عشان كده بقول لحضراتكم الحكم او طاقم التحكيم بالكامل يتعرض لحمله ممنهجه من البعض. انتوا حضراتكم عارفين طبعا ان في ناس معينه هي اللي بتتكلم على هذا الموضوع، وان الحكم ده حكم للاهلي مباراتين او ثلاث مباريات سابقه، كسب في مباراتين وتعادل في مباراه وهزم وخرج من البطوله العربيه امام الوصل، وبالتالي الكلام كتير على الحكم. انا شخصيا بكره مستني اشوف اداء الحكم في هذه المباراه. النهارده هنقيم طاقم التحكيم مع النجم الكبير الكابتن سمير عثمان، هيقول لنا الوضع اللي زي ده الحكم المفروض يعمل فيه ايه؟ الوضع اللي زي ده المفروض الحكم هيعمل فيه ايه؟ الوضع اللي زي ده الحكم كيف يتصرف في ارض الملعب؟ من الممكن ان هو يخطئ بالمناسبه، ودي هنتكلم فيها كتير جدا، ولكن كره القدم في النهايه ما تعرفش غير الكسبان والمغلوب، او اللي متعادلين، او اللي هيصعد الى الدور القادم بعد كده. فعشان كده انا اللي بقوله لحضراتكم ايه؟ إن الموضوع بسيط جدا، ما تفكروش في الكلام ده، سيبوا الناس اللي بتتكلم في هذه الأمور تتكلم في هذه الأمور، إحنا موجودين عشان نتكلم إحنا أو ندافع عن اللي بيحصل في هذا الموضوع، وإحنا ما بندافعش، إحنا بنتكلم كلام منطق، كلام منطقي الحقيقة يعني. هل في حكم في الدنيا عارف إن العالم كله أو أفريقيا كلها بتتفرج عليه؟ كل الشعب الجزائر وكل الشعب المصري هيبقى بيتفرجوا على هذا الحكم، وبالتالي هو عايز ينجح. عايز يبقى حكم كويس، عايز يتقال عليه ان هو حكم كويس. فخدوا بالكم ان الحملات دي بتخرج من داخل مصر ولاغراض معينه. انا ما اعرفش ايه هي الاغراض، ولكن في اغراض معينه بتحصل في هذا الموضوع. عشان كده انا بقول لحضراتكم الحكم قد يخطئ وقد يصيب، وفي النهايه احنا بنقيم التحكيم في بعد المباراة من خلال الاستوديو، احنا بنتكلم مع حضراتكم في مباريات الدوري او حتى في البطولة الافريقية هنتكلم عن هذا الموضوع. لكن الفترة اللي فاتت ضغط جامد على الحكم، ضغط جامد على الحكم، وان شاء الله ده لا يؤثر عليه بشكل سلبي في مباراة بكرة. زي ما قلت لكم في الفقرة الثانية هيكون معايا كابتن سمير عثمان هنتكلم معايا عن هذا الموضوع.
بسرعة كده بس أنا بتكلم معاكم في هذه الأمور لأنها أمور هامة جدا ومش عايز حد يتأثر يا جماعة، مش عايز حد يتأثر بالحملات الممنهجة اللي بتخرج على النادي الأهلي خلال هذه الأيام. زي ما قلت لكم قبل كده وأنا آسف إن أنا بأكرر هذا الكلام، ولكن ده حضراتكم بتشوفوه قدام عينيكم، الناس كلها بتتكلم في إيه؟ أصل في مش عارف مين اتخانق مع مين، ناصر اتخانق مع السلية ومش عارف مين اتخانق مع مين، هم قاعدين مثلا في أوضة واحدة دلوقتي مثلا يعني، وأصل فلان اتخانق مع فلان، أصل الحكم جاي يحكم للأهلي. أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة، أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة، إحنا أو النادي الأهلي لن يقبل بأن هو حكم يجي يحكم له. النادي الأهلي مش محتاج الكلام ده، النادي الأهلي محتاج حكم عادل، حكم عادل يحكم، اللي شايفه خطأ ضد النادي الأهلي يحسبه خطأ ضد النادي الأهلي، اللي شايفه صح للنادي الأهلي من وجهة نظره يحسبه صح للنادي الأهلي. هو ده اللي إحنا عايزينه، إحنا عايزين حكام عادلين عشان نقدر نصعد للدور التالي. مباراة مهمة جدا 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 ومباراة صعبة جدا جدا، قول جدا زي ما انت عايز، في كل الامور بكرة امام لاعيبة النادي الاهلي او في ايد لاعيبة النادي الاهلي، 11 لاعب اللي هينزلوا، واحنا لا نضع ضغط على لاعيبة النادي الاهلي لان حياة لاعيبة النادي الاهلي او حياة لاعب النادي الاهلي على طول بيبقى تحت ضغط وتحت توتر، ازاي يطلع وشخصية النادي الاهلي تبان، هو ده اللي بنشوفه او هو ده اللي المفروض يحصل بكرة، ان احنا نشوف شخصية النادي الاهلي وشخصية لاعب النادي الاهلي. ال11 اللي هيلعبوا الاسماء قول زي ما انت عايز، كل واحد هيحط تشكيله وكل واحد هيحط اسمه هو عايزه يلعب وكذا اي حد من انا متخيل كده ان اي 11 بكرة هيلعبوا هيموتوا نفسهم جوه الملعب، وهو ده الاهم بالنسبة لي، ان انا لما اموت نفسي جوه الملعب هعرف اكسب.